استعداد دفاعي اذا انسحاب لكل من نمر الحجاز وعطار من المشاركه في هذا الشوط. 10 مور تتنافس سيداتي ساداتي هنا، واحد مع موصى وكذلك عسعس يبدا من الخارج برفقه ترحيب بريطانيا في المرتبه الرابعه. هنا واحد في الصداره بطول كامل، هنا ياتي عسعس في المرتبه الثانيه. هنا محاولات برنسيس كود المهره تاتي ايضا برفقه محبوك ايضا من الخارج. هنا الاقتراب مشاهدينا الكرام من اخذ المنعطف الاخير. عسعس وواحد تنافس، عسعس يتقدم بنصف رقبه تقريبا. هنا المنعطف، هنا مراحل الحاسم، هنا استحداث لموصى وكذلك محاولات برنسيس كود باستحداث راموس. هنا التنافس، عسعس باستحداث عبد الله الخميس. هنا واحد مع فهد الفريدي، هنا التنافس يشتد، عسعس يعود للصدارة بهذه الصورة. عسعس يتقدم للصدارة والمركز الأول، يذهب للسياج. هنا واحد يحاول مرة أخرى، موسى يأتي المرتبة الثالثة. هنالك محاولة ترهيب بريطانيا فيما عسعس لا زال في الصدارة. هل يباغت واحد؟ يباغت، ولكن وصل عسعس إلى خط النهاية برفقة عبد الله الخميس منهيا هذا الشوط وبحصوله على المركز الأول في ظل محاولة واحد عندما غير المسار للذهاب والمطاردة. انتهى الشوط لصالح عسعس. ألف ألف مبروك للملك سعود.